وللحديث أكثر عن تطور المشهد في اليمن في ظل انتهاكات ميليشيا الحوثي وتراخي المجتمع الدولي في التعامل مع الملف اليمني، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يعني يمن صالح الجبري. أهلا بك معنا أستاذ صالح. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ صالح. بحسب التلفزيون السعودي فإن قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت موقعا للحرس الثوري الإيراني في صنعاء، كيف ترى هذا التحول في ظل تقدم مقبول من الجيش الوطني في عدة محاور؟ جزئيا ما تقوم به السعودية أو طيران السعودي منذ أيام كان ضربات موجعة وموفقة، خاصة في القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء وكثير من المخازن الأسلحة التابعة للحرس الثوري الذي كان يجمعها ميليشيات الحوثي منذ 2014. وبالتالي نتمنى أن تستمر الموجعة التي فعلا آلمت ميليشيات الحوثي الإيرانية وعنها السيد أنها أهداف مشروعة ولن يتضرر منها أي مواطن. ويبدو لي أن هناك خطة مدروسة لدى التحالف العربي في تدمير ما تبقى من المخازن والأسلحة النوعية التي يمتلكها ميليشيات الحوثي الإيرانية. يعني في ظل ما تحدثت فيه، إلى أي مدى ترى أن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي لربما سيزداد في هذه الفترة مع تطور محاور عدة منها محاور الجيش الوطني؟ ما دام الميناء الحديدة لا زال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، فإن التهريب من إيران إلى الحوثيين سيستمر، وأيضا هناك عبر بعض المنافذ البرية عن طريق عمان لا زال. لكن نتمنى من التحالف أن يكون هذه المرة جادا في استهداف ما تبقى من المخازن الأسلحة والصواريخ سكود ويعني مرابط إطلاق الطائرات بدون طيار، وخاصة بعد ما اكتشف التحالف في فيديو كما شاهدتم جميعا في مطار صنعاء الذي تحول إلى سكنة عسكرية لإطلاق منصات الصواريخ والطائرات بدون طيار واستهداف المناطق داخل اليمن وفي حدود السعودية. هذا سيؤثر كثيرا على ميليشيات الحوثي، وأيضا سيدفع إيران أن تبحث عن يعني بديل لإيصال بعض الأسلحة الحوثية. نعم، اليوم جولة يراها المراقبون لربما تكون حاسمة في مباحثات الملف النووي الإيراني، يعني كيف ستنعكس هذه الجولة على الداخل اليمني برأيك؟ من المستبعد يعني من المستبعد أن نقول أنه سيؤثر اللقاء اليوم على الملف اليمني، ولكن الضربات كانت موجعة ومؤلمة، وهذا يجعل من إيران إما أن تتعقل في دعم ميليشيات الحوثي وتستسلم الأمر الواقع بوجود أسلحة كافية ما زالت لدى ميليشيات الحوثي. الحوثي طبعا هو استلم أسلحة متطورة من نظام علي عبد الله صالح، معسكرات ومخازن أسلحة، وما زالت هناك مخازن وزنها أسلحة كبيرة جدا. وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأن هذه الضربات قد أثرت على ميليشيات الحوثي أو على الدعم الإيراني، فما زال هناك في مخزون داخل اليمن تابع من النظام السابق. نعم، في المجمل كيف ترى تعامل المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي في ظل الانتهاكات المستمرة والخروقات المتتالية للمواثيق الدولية والاتفاقيات التي أبرمت معهم؟ مع الأسف الشديد ما نسمعه في الإعلام هو يعني تنديد، ولكن في الواقع هناك ضوء أخضر لاستمرار ميليشيات الحوثي بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وضد الأطفال وضد يعني مدينة مأرب وما فيها من يعني أكثر من 2 مليون لاجئ ينتقلون من مكان إلى مكان بسبب صواريخ سكود. وللأسف هناك غض الطرف من الأمم المتحدة ومن الدول الغربية لما يحدث من جرائم ضد هذه الميليشيات للأسف الشديد التي انتهكت العرض والنسل وكل حقوق الإنسان والطفولة والمرأة وكل القيم. فلماذا يغض الطرف؟ لا ندري.
يعني ماذا يعطي المجتمع الغربي الضوء الأخضر لهذه الميليشيات، ولكننا أبشرك بأنه الفترة الماضية هناك انتصارات للجيش الوطني، وأن الحل سيكون يمنيا، وأن الحزم العسكري هو مستقبل الحل في اليمن. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يان يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لك.